طيب يلا كده، رقم 33، يستعين أطباء الأسنان بمرآة نقط أثناء الكشف الطبي، مرآة محدبة ولا مرآة مقعرة ولا مرآة مستوية ولا ألف وب معا؟ اللي هي محدبة مقعرة. لا غلط، هي وبيستعين بمرآة إيه؟ مرآة مقعرة. يبقى أطباء الأسنان بيستعينوا بمرآة مقعرة عشان بيشوفوا فيها الأسنان مكبرة لتكبير الأسنان ماشي أثناء الكشف. طيب عندي بعد كده رقم 34، من خواص الصورة المتكونة في المرآة المحدبة أنها المرآة المحدبة دايما بتكون صور تقديرية معتدلة مصغرة تقع خلف المراية. أيوة الصورة فعلا بتقع خلف المراية وبتكون قبل البؤر. حقيقية؟ لا ما بتكونش صور حقيقية. معتدلة؟ اه بتكون صور تقديرية معتدلة مصغرة. ألف وجيم معا، ألف اللي هي خلف المراية وجيم معتدلة. أيوة يبقى فعلا هتبقى ألف وجيم معا، يبقى الإجابة هتبقى رقم د. عندي بعد كده رقم 35، عند وضع جسم عند بؤرة مرآة محدبة، لو الجسم اتحط عند البؤرة بتاعت مراية إيه؟ مراية محدبة، تتكون له صورة إيه؟ بص كده ما يهمنيش الجسم محطوط فين طالما المراية محدبة، المراية المحدبة لو الجسم اتحط فين ما يهمنيش، كل الصور اللي بتنتج من الجسم اللي بتحط قدام مرايه محدبه هي خواصها واحده، تقول له تقديريه معتدله مصغره، يبقى كل خواص الصور اللي بتنتج من مرايه محدبه هتقول له تتكون له صوره ايه؟ تقديريه معتدله مصغره. هنا حقيقيه حقيقيه حقيقيه، كل دول غلط لان بدايتهم حقيقيه، هي ما بتكونش صور حقيقيه طالما مرايه محدبه ما فيش صور حقيقيه، يبقى الثلاث اجابات مرفوضين، يبقى اذا لا توجد اجابه صحيحه. طيب عندي بعد كده رقم 36، يجي يقول لك اذا وضع جسم طوله 5 سم امام مرآة محدبة على بعد يساوي نص قطر تقورها. كل الكلام ده ما يهمنيش طالما مرآة محدبة، طالما مرآة ايه محدبة، ما يهمنيش الجسم اتحط فين، ما يهمكش خالص. يبقى طالما المرآة اما لو مقعرة لا في كلام تاني بقى، احنا هنا بنتكلم في المحدبة، محدبة ما يهمنيش الجسم اتحط فين. الجسم طوله قال لي 5، فان طول الصورة المتكونة ايه؟ انت عندك خواص الصورة اللي في المرآة المحدبة ثابت، تقديرية معتدلة مصغرة، يعني الجسم طوله 5 يعني أكيد الصورة هتبقى أصغر من 5. طب هنا هيبقى طولها 3 ولا 5 ولا 8 ولا 9؟ طبعا الرقم اللي أصغر من 5 هنا هو 3، يبقى إذا الإجابة هتبقى رقم أ. طب عندي بعد كده رقم 37، يقول لك نقطة مضيئة تقع على بعد 30 سم من مرآة محدبة. قال لي برضه مرآة إيه؟ محدبة، ما يهمنيش هي واقعة على بعد كام منها طالما مرآة محدبة، بعدها البؤري 30. طيب 30 سم، فتتكون لها صورة فين طالما المراية محدبة؟ قال لك الصورة تبقى انت عارف ان هي بتبقى خلف المراية وبتبقى قبل البؤرة، قبل الايه؟ البؤرة. يبقى هنا في ما لا نهاية؟ لا. عند القطب؟ لا. عند البؤرة؟ لا. على بعد 15 سم خلف المراية؟ طب هو هنا قال لك بعدها البؤرة، يعني لحد البؤرة بالظبط عامل 30، هي بتبقى قبل البؤرة. اللي قبل البؤرة يعني ايه؟ يعني رقم اقل من 30، يعني هو هيبقى على بعد 15. خلاص كده يبقى الاجابة هتبقى رقم د، الاجابة عندها هتبقى رقم د. طيب عندي بعد كده رقم 38، يجي يقول لك تستخدم المرايا الكريه في النظارات الطبيه. لا النظارات دي بتستخدم العدسات مش المرايا، يبقى اذا اول اختيار ده مرفوض. اجهزه الكمبيوتر؟ لا. الفنارات البحريه؟ اه دي من ضمن استخدامات المرايا المقعره، ان هي بتستخدم في الفنارات البحريه لارشاد السفن. خلاص كده يبقى اذا الاجابه رقم ج، يبقى الاجابه عندي هتبقى رقم ج. طيب عندي بعد كده رقم 39، توضع مرآه نقط على ارصفه السكه الحديد حتى يتمكن السائق من فتح وغلق الابواب دون اصابه الركاب. دي مرايه محدبه اللي بتوضع على ارصفه السكه الحديد، دي من ضمن استخدامات المرايه المحدبه. طيب عندي بعد كده رقم 40، يجي يقول لك يمكن الحصول على صوره تقديريه معتدله مساويه، تقديريه يعني مش حقيقيه ومعتدله ومساويه. طيب طالما قال لي تقديريه ومساويه يبقى على طول ما فيش غيرها، مرايه مستويه ولا مقعره ولا محدبه ولا اسطوانيه، تبقى المرايه المستويه هي اللي بتدينا صور مساويه للجسم في الحجم وتقديريه. اما المقعره هتديك صور تقديريه اه بس بتكون مكبره مش مساوي، المحدبه هتديك صور تقديريه اه بس بتبقى مصغره مش مساوي. يبقى اذا الوحيده اللي تديك صور مساويه وتقديريه هي المرايه المستويه، يبقى الاجابه هتبقى رقم ا. عندي بعد كده رقم 41، يجي يقول لك وقف شخص على بعد 30 سم من مرآه فتكونت له صورة حقيقية. صورة ايه؟ حقيقية. خلي بالك طولها يساوي 5 او 1/5 من طول الشخص، ما معنى 1/5 من طول الشخص يعني معناها ان الصورة هنا ايه؟ مصغرة صح؟ طيب يبقى حقيقية مصغرة. طيب ما نوع المرآة المستخدمة؟ طالما الصورة حقيقية يبقى مفيش غيرها، المرآة اللي خدتها الوحيدة اللي بتدي صور حقيقية هي المرآة المقعرة، أما المرآة المحدبة كلها صورها تقديرية والمستوية كلها صورها تقديرية، يبقى إذا الوحيدة هنا اللي بتدي صور حقيقية طالما قال لي صورة حقيقية يبقى المرآة المقعرة، يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. طيب عندي بعد كده رقم 42، يقول لك الصورة الحقيقية دايما بتبقى ايه؟ مكبرة ولا معتدلة ولا مقلوبة ولا مصغرة؟ دايما بتبقى مقلوبة، يبقى الصورة الحقيقية دايما بتبقى ايه؟ مقلوبة. طيب نكمل.
عندي بعد كده يقول لك أي مما يلي يعبر عن المرايا التي يمكنها تكون صور تقديرية. بيعبر عن المرايا اللي تقدر تكون صور تقديرية. الصور التقديرية انت عندك المراية المكعبة ممكن تكون صور تقديرية في حالة ان الجسم على بعد اقل من البعد البؤري، وتبقى الصورة تقديرية معتدلة مكبرة، يبقى المراية المكعبة ممكن تكون صورة تقديرية. ممكن المراية المستوية كل صورها تقديرية، ده اتفاق ماشي، يبقى بتكون صورة تقديرية. المراية المحدبة برضو الصور بتاعتها بتبقى تقديرية معتدلة مصغرة. يبقى اذا التلات مراية بيكونوا صور تقديرية، يبقى اذا التلاتة صح، يبقى اذا التلاتة ممكن يكونوا صور تقديرية، يبقى الاجابة رقم ج. يبقى الإجابة عندي هتبقى رقم ج. خلاص تمام. بس المقعرة بتبقى تقديرية معتدلة مكبرة، المستوية بتبقى تقديرية مساوية، المحدبة بتبقى تقديرية مصغرة. خلاص يبقى الإجابة عندك هتبقى رقم ج. طيب احنا هنقف لحد هنا عشان ما نطولش وقت الفيديو كده. احنا حلينا سؤال اختر بتفاصيله بشرحه المفصل. ان شاء الله استنونا هنكمل باقي الأسئلة ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. ما تنساش تضغط لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش فيها، اضغط زر سبسكرايب وجنبه كده هتلاقي زرار جرس، اضغط عليه عشان لما ارفع الحلقة الجاية ان شاء الله يوصلك بها اشعار على طول. وما تنسوناش من صالح الدعاء، كان معكم مستر ابراهيم السيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.